مقتل عبد الله عزام سواء عن طريق بعض المصريين ايضا وايمن الظواهري وجماعته بالتحديد، وهو ما تشير اليه على الاقل نصف الذين تابعوا هذا الموضوع، في نظريه بتنقسم 50% و50%. 50% مقتل عزام الامريكان وبايدي الاي اس اي اللي هم المخابرات الباكستانيه، و50% الثانيه رجال ايمن الظواهري يعني لا لانتزاع. هو شوف، احنا هيكون معانا بعد شويه على الهاتف ابنه الاستاذ حذيفه عبد الله عزام، هيحكي لنا على لانه تمام. يعني، لكن انا عايز يعني اوري حضرتك اقصد واوري الدور المصري بدا من هنا. جميل. كتير مننا ما شافوش فكر او لما تعرفوا على فكر ايمن الظواهري اللي كان في تنظيم الجهاد في مصر قبل ما يتوجه بعد ذلك الى افغانستان ويلتقي باسامه بن لادن ويكون له عليه تاثير كبير في تحول مساره. خلونا نسمع ولو باللغه الانجليزيه ايمن الظواهري بيتكلم، طبعا من يومه بيتكلم انجليزي مش بطال خالص، في عند احدى النقاط من في محاكمه الرئيس الراحل انور السادات، لانه كان من ضمن الناس المقبوض عليهم. We believed in our religion. Those had an ideology and practice. And hence we tried our best to establish this Islamic state and Islamic society. We are here, the real Islamic front against Zionism, communism and imperialism. معنا على الهاتف الأستاذ حذيفة عبد الله عزام نجل الشيخ الراحل الشهيد عبد الله عزام. السلام عليكم أستاذ حذيفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت بخير يا أستاذ يسري، لك ولضيوفك ولمستمعي قناة أون تي في. وأنت بكل صحة وعافية. استاذ حذيفة، انت حكيت لي في يوم من الايام على انه في لحظه، لانك انت كنت موجود مع الوالد وكان عمرك يسمح ليك وشاركت في الجهاد عند 19 عاما 19 عاما يوم قتل والدي. نعم تفضل. نعم، انه وكان في اجتماع حصل في يوم من الايام ما بين مجموعه ما يسمى بمجموعه المصريين. نعم. لانه لدى تلك النقطه كان لا يزال اسامه بن لادن، دراعه اليمين كان اسامه ازموراي ودراعه الشمال كان خطاب، وانت شهدت يعني شهادة العين ما حدث في أثناء ذلك الاجتماع. نعم 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 تماما تماما، ما زلت أذكر جيدا ما شاء الله أستاذ يسري. على كافة الأحوال أنا شهدت تماما في اجتماعات كثيرة. أنت تريد أن تتحدث عن الاجتماع الذي يخص 11 سبتمبر ولا الذي يخص لا نقطة التحول، نقطة التحول في فكر أسامة بن لادن، لأنه بعد كده في فكر أسامة بن لادن جاءت في تحديدا في سنة 1987. لأنه أنا أذكر جيدا أن الذي يقول له والدي تعال إلى أفغانستان اخرج معي الآن نمشي، كان يقول له أنا في عنقي بيعة، ويقصد بيعته للملك فهد آنذاك، ويقول أنا لا يمكن أن أخرج دون أن أستأذن ولي أمري، وكان يعتبر الملك فهد هو ولي أمره آنذاك، ولي أمر المسلمين، ويدين له ببيعة. انظر إلى هذا التحول الجذري الذي حصل يعني بعد ذلك ليصبح كرزاي الرياض. جميل. حسب تصريحات الشيخ أسامة بن لادن. جميل. أستاذ حذيفة ابقى معنا. أستاذ عبد الباري عطوان في لندن عنده نقطة معينة، يعني الأستاذ حذيفة ذكر تاريخ له دلالته من ناحية معينة، أنا أعتقد أنه يمكن تتفق معاه في رأي أنه كان هناك تاريخ آخر عام 98 عندما أعلن عن إقامة الجبهة العالمية الإسلامية لقتال اليهود والصليبيين في اعتقاد وأيمن الظواهري كان يعني يتصدر الصورة جنب إلى جنب مع بن لادن. أستاذ يسري، أولا يعني دعني أقول بأن نفوذ المجاهدين المصريين كان كبيرا جدا على الشيخ أسامة بن لادن. أنا عندما التقيته في تورا بورا، من الذي كان إلى جانبي أو من الذي استقبلني؟ أولا أبو حفص المصري، هو الذي قادني إلى تورا بورا واستقبلني في عندما وصلت إلى جلال أباد. الشخص الآخر المهم جدا هو مصطفى حامد أو أبو الوليد المصري، وكان بمثابة المستشار الإعلامي للشيخ أسامة بن لادن، وكان العدد آخر من المجاهدين السابقين في أفغانستان والحاليين ربما. النقطة الأخرى التي أود أن أشير إليها، التحول الرئيسي في حياة واستراتيجية
شخصية الشيخ أسامة بن لادن حدث بعد انضمام أيمن الظواهري أو بعد بروز دور أيمن الظواهري ونقله التنظيم القاعدة من القتال في الجزيرة العربية لإخراج القوات الأمريكية إلى تحويلها إلى جبهة عالمية. أنا أعتقد أن الفضل بالدرجة الأولى يعود إلى الدكتور أيمن الظواهري والرؤية أو الفيجن الواسعة اللي عنده، الرؤية الكبيرة لنقل التنظيم إلى ما هو أبعد من إخراج القوات الأمريكية، لأن الدكتور أيمن الظواهري كان يعتقد بأن هذه القوات ستخرج. ماذا ستفعل القاعدة بعد ذلك؟ عليها أن تذهب إلى البولز آيز أو إلى المركز الرئيسي وهو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. رأس الثعبان. أستاذ عبد الرحيم، يعني الدور المصري اللي هو بقى اللي على مستوى الرسمي كان دور متعاون إلى أبعد الحدود من الناحية الأمنية، وقدمنا لهم معلومات كان ممكن أن تفيد إذا كان أحد هناك في أمريكا جاد ويريد فعلا أن بالتأكيد لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأولى جادة تماما في الإمساك ببن لادن وعناصره. لك أن تتخيل هذه الجيوش الكبيرة التي هبطت إلى كابول وضربت من فوق كميات من الأسلحة وكميات من القنابل تزن الواحدة منها 500 كيلو تسقط في قلب كابول، كانوا كما قلت لك على مرمى البصر من أسامة بن لادن، ولكن كانت هناك وجهة نظر أنا أريد أن أبقى في تحويش أسامة بن لادن بعد ما يخلصوا كل الخطة بتاعتهم من إنهاء أفغانستان تماما وتسليمها لحد زي كارزاي، الوجود في العراق وتسليمها بالكامل لحكومة ديمقراطية، ومحاولة ما يسمى بالفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط. جميل. وتكوين دويلات تابعة بشكل مباشر حكامها للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه الدولات لا تصلح. جميل. للسياسة الأمريكية. جميل. أنا أريد أن أبقى في هذه المنطقة، أنه كان هناك تعاون كبير على المستوى الأمني اللي ما بيتأثرش حتى لو اختلفت الرؤى السياسية في لحظة من اللحظات. سؤال طبعا يوجه إلى الراجل بتاع السي آي اي مايكل شوير عن المعلومات اللي المصريين، أجهزة الأمن المصرية وحتى يعني على أعلى رأس الرئيس مبارك نفسه في لحظة من اللحظات قال قدمنا لهم. I don't think anything short of the United States reaching out and killing Osama bin Laden or capturing. لا أعتقد أنه كان يمكن لأي معلومة لا تؤدي إلى قتل بن لادن أو القبض عليه قبل 11 من سبتمبر أن تمنع وقوع الهجوم. لقد عملت على درجة فائقة من القرب مع الجهات الأمنية المصرية لعقد من الزمان تقريبا، وكانوا يبادرون بإمدادنا بمعلومات أفادتنا جدا في التخطيط لعمليات ضد ابن لادن. لم التقي الرئيس مبارك، لكنه أعطى تعليماته بالموافقة على التعاون، ولكن في نهاية المطاف أي معلومات تحتاجها أكثر من رؤية شخص يقف على الملأ في 27 من أغسطس عام 96 كي يعلن الحرب عليك؟ إن لم يحظ هذا باهتمامك فربما لن تحظى به أي كمية من المعلومات الاستخباراتية. That doesn't get your attention. Probably no amount of intelligence information is going to get your attention either. يعني كانت المعلومات موجودة، والراجل بيقول يعني إذا ما كنتوش أساسا صدقت الراجل بن لادن، ما فيش مهما عمل المخابرات المصرية ولا الروسية ولا السعودية ولا غيرها، ما كل يعني كان في تعاون أمني كبير يعني لا ينكر. ما كانش في إرادة، يعني لم يكن هناك بالفعل إرادة أمريكية لقتل او اعتقال بن لادن. ما هو الكلام ده هيرجع يعني تاني لنظريات المؤامرة، يقول لك ما عاملينها هم كانوا عارفين بس طنشوا. لا كانوا مش محجمين المساله تحجيم يعني صحيح. في جانب كبير سوء تأديب بعد الحادث، يعني بعد 11 سبتمبر كان هناك تسيير للموقف في اتجاهات مختلفه، اتجاهات تخدم اليمين الصهيوني في الولايات المتحده الامريكيه. لكن قبل حادث 11 سبتمبر لم يكن هناك معرفه حقيقيه بالحجم الحقيقي لاسامه بن لادن وجماعته، وان كانت هناك معرفه بالحجم الحقيقي فدعوه يعمل، دعوه يمر حتى تحدث كارثه. استاذ حذيفه عبد الله عزام في عمان، يعني اكيد بيقابلك ناس كتير قوي مش مصدقين انه تنظيم القاعده هو اللي عمل دي، وبيخلط ما بين انه ده يمكن انه يكون تشويه للاسلام، عاده بتقول لهم ايه؟
والله حقيقة تنظيم القاعدة يعني كما ذكرت أنه قضية الاختلاف الفكر التي حصلت بلقاء أسامة بن لادن مع المصريين، ومع الأسف أنا أعتقد أنه وقتك ضيق جدا، وإلا أنا كنت حقيقة للأسف بمداخلات مهمة جدا في خصوص ما قيل صراحة، لأنه الظواهر نفسه لم يكن راضيا عن أسامة بن لادن، والظواهر لم يكن راضيا عن جهاد أفغانستان، وكان يحاول أن يمنع الشباب أن يدخلوا إلى أفغانستان أيام الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي، ثم سافر إلى أوروبا ورجع إلى أفغانستان مرة ثانية مرة أخرى، وبعد عودته إلى أفغانستان حين أمر الملا عمر أنه لا يمكن لأحد أن يكون في أفغانستان إذا كان تحت إمرة القاعدة المبايعة للملا عمر أميرا للمؤمنين. فهذه هي النقاط التي جعلت حقيقة نقاط الالتقاء. يعني 87 انفصل أسامة بن لادن عن مكتب الخدمات وعبد الله عزام بقضية يعني قضية التحرير، دعني أسمي هذه الكلمة، الفكري المصري الذي نتج حقيقة عن هؤلاء الذين كانوا قد خرجوا معظمهم من السجون المصرية. جميل. باختصار شديد الآن الذين يتكلمون ماذا فعلت القاعدة ولما فعلت القاعدة، أنا أقول فكر القاعدة تطور بشكل تدريجي يعني ليصل أوجهه في سنة 1998 ميلاديا، وألا الظواهر لم يكن راضيا عن أحد في الساحة، لا عن عبد الله عزام وكان يحرض الشباب عليه وكان يقفون له حتى في محاضراتي وفي خطب الجمعة كانوا يشوشون علينا في الصلاة وفي الخطبة. يعني جميل، وصلت الفكرة أستاذ حذيفة، أنا آسف جدا أن أقطعك، لكن وصلت الفكرة. أنا أريد أن أسمع من الكاتب الصحفي الكبير روبرت فيسك، لأنه قبل حوالي 3 سنوات كتب مقال في الاندبندنت عنوانه خضني أنا شخصيا، عنوانه بالإنجليزي Even I doubt the truth about 9/11، حتى أنا أشك في حقيقة 11 سبتمبر. أنا سألته، خلينا نشوف قال إيه. I knew that I would regret writing that article. كنت أعلم أنني سأندم على كتابة ذلك المقال، لأن كل المؤمنين بنظرية المؤامرة قالوا ها روبرت فيسك يشك مثلنا الآن في الرواية الرسمية، وما حاولت قوله هو التعبير عن اعتقادي بأن 11 سبتمبر كان من وحي أسامة بن لادن إن لم يكن من صنعه. من المؤكد أن 19 رجلا يقولون إنهم مسلمون نفذوا هذه الجرائم بحق الإنسانية. ولا أعتقد أنها من تخطيط بوش كما تقول نظرية المؤامرة، وأحد الأسباب الجيدة وراء ذلك هو أن بوش والجيش الأمريكي فشلوا فشلا ذريعا في كل ما فعلوه في الشرق الأوسط، ولم يكن لهم ليستطيعوا القيام بالحادي عشر من سبتمبر. This becomes, in a sense, food for their conspiracy theories. And what I was saying. وما قلته هو أن هؤلاء الذين يعتقدون أن الموساد أو CIA أو أي أحد سوى أولئك الذين فعلوها بسبب السرية التي لا تزال تحيط الحدث وتحيط البيت الأبيض، يشكل هذا لديهم وقودا لنظريات المؤامرة. وما قلته إن ثمة أشياء لم يتم شرحها جيدا، مثلا البرج الثالث الذي انهار من تلقاء نفسه. المبنى رقم 7، نعم، الذي كان المبنى الثالث من حيث الانهيار، والتقارير التي تحدثت عن المضيفة التي وجدت جثتها ويداها مربوطتان خلف ظهرها في منهاتن، ثم ثبت أنها لم تكن صحيحة، والعثور فجأة على جواز سفر أحد الخاطفين إلى آخره. كل هذه القصص لم يتم نفيها لاحقا رغم اكتشافنا عدم صحتها، وحتى الآن لا نعلم ما حدث لطائرة يونايتد إيرلاينز 93 التي كانت تحطمت بصورة غامضة على مسافة شاسعة. ثمة كلام عن أنها ضربت بصاروخ لمنعها من ضرب البيت الأبيض أو مبنى الكونغرس في واشنطن.